السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة سويسرول الشوكولاتة بأبسط مكونات. لو عندك بس 6 معالق من الدقيق ومعلقتين من الكاكاو هتقدري ان انت تحضريه بمنتهى البساطة. مفيش أسهل ولا أسرع من كده، وفي نفس الوقت طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وتقدري تعمليه في الخلاط من غير مضرب ومن غير أي حاجة معقدة. يلا اعملي لايك واعملي اشتراك، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هحط في الخلاط 3 بيض عليهم 1.25 كوباية من السكر، وهنحط رشة من الفانيليا أو حطي فانيليا سايلة زي ما تحبي، مفيش مشكلة. احسن حاجة في الوصفة دي ان انتي في 5 دقايق هتبقي محضرة. بعد كده هنضيف 1/4 كوباية من الزيت، هنضربهم كويس جدا في الخلاط ونرجع تاني. خلاص المكونات معانا هي اتضربت كويس. بعد كده هنحط 1 معلقة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات، هنحط 1 معلقة كده صغيرة. بعد كده هننخل 6 معالق من الدقيق، معالق كبار يعني ما يعادل 1 كوباية من الدقيق. هنقلبهم مع بعض كويس لغاية ما تمتزج المكونات كويس جدا مع بعضها، وبعد كده هنضيف 2 معالق كبار من الكاكاو. يبقى استخدمنا 6 معالق من الدقيق و2 معالق كاكاو. هنقلبهم، هنحطهم في صينية وندخلهم فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180، ودي هتبقى جاهزة عندنا بعد وقت قصير خالص. هنبتدي بقى ان احنا نشيلها من الورق. الصينية اللي انا سويت فيها كانت مقاس من 25 × 30. بصي الجناب اللي هي حتى انا شايلها دي هشة ازاي. طبعا الكريم شانتية هسيبلك طريقته في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنبتدي بقى نحط كريمة من اللي احنا محضرينها. طبعا السويسرول ما نسيبوش يبرد خالص وبعدين نلفه عشان ما يتكسرش مننا، وفي نفس الوقت هو اخد مني في الفرن اقل من 10 دقايق، يعني نتابع تسويته كويس جدا ونختبره بخلة الاسنان علشان نعرف هو استوى امتى، عشان لو زاد تسوية هيتقطع، ولو لفتيه بعد ما يبرد خالص برضو هيتقطع منك، فناخد بالنا من النقطة دي. يعني يدوب بسيبه يهدى بسيط وبعدين ألفه على طول. حطيته بقى شوية في الفريزر عشان يجمد معايا كده وانا بقطعه، وما تقعدش الكريمة تسيح مني طبعا لان الجو كمان حر. هزين كده بصوص شوكولاتة بسيط، ولو عايزة برضو طريقة كويسة لصوص الشوكولاتة هسيبها لك في صندوق الوصف تحت الفيديو. انا صوص الشوكولاتة اللي استخدمته النهاردة جاهز، يعني مش انا اللي محضرة بصراحة. احيانا بينجز يعني معانا حاجه زي كده، بدل ما لسه مثلا عشان احضر وصفه زي كده احضر صوص شوكولاته وكده، فسواء بقى جاهز سواء عامله في البيت مش بتفرق. قطعته بقى قطع وهوريكي هش ازاي. هقطع معاكي قطع كده عشان اوريكي هش ازاي. انا عايزه اقولك طعمه منتهى الجمال، وزي ما انت شايفه لا اتكسر معايا ولا حاجه خالص. اهم حاجه ان انا ما سيبوش في الفرن تسويه زياده، والفه وهو دافي ما يكونش برد خالص علشان ما يتفرفتش مني. طعم روعه جدا، جربيه وقولي لي رايك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.